مساء الخير مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، كل عام وحضراتكم بألف خير. متواجدين مع حضراتكم الآن بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة مع يحيى محمد، طفل عنده 11 سنة طول عمره بيحلم إنه يبقى عنده مشروعه الخاص. ما استناش، فكر ونفذ وعمل مشروعه الخاص مع صاحبه محمد، ونزل وبدأ يبيع مشروبات رمضانية بكل أنواعها ومخلل بلدي بكل أنواعه هنا في التجمع الخامس. ده غير إنه خصص جزء من أرباح المشروع لدعم أشقائنا في غزة، ورغبته في النجاح ورغبته في إنه يبقى عنده مشروعه الخاص كانت الدافع الأكبر في إنه ينزل ويشتغل عشان يحقق حلمه الأكبر ويبقى بيزنس مان. وبالفعل حقق حلمه والناس كلها بدأت تشتري منه وبيشجعوه وبيدعموه، وكمان في نفس الوقت قدر ان هو يوفق بين دراسته، هو في 5 ابتدائي قدر ان هو يوفق بين دراسته وكمان مشروعه الخاص اللي نزل ووقف فيه في التجمع الخامس. ازيك يا هيحيى، عامل ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. وانتي طيبه. قول لي بقى، يعني بدايه كده عرفني بنفسك وقول لي بقى فكره المشروع جات لك منين؟ انا اسمي يحيى، عندي 11 سنه، بريك 5. انا وانا صغير طول عمري بحب اعمل اكتيفيتيز زي الرحلات بقى مع المدرسه والسبيلنج بي والساينس فير، وبرده كنت بحب يعني ان انا ابيع حاجات واخلي الناس مبسوطه ويكونوا عايشين في ايكونومي كويس وكده. فقلت لمامتي وبابايا ان انا عايز اقف اشتغل واخلي الناس مبسوطه ويعني يكونوا عايشين في احسن كواليتي العصير بقى ومخلل واي حاجه يعني. بس فانا قررت ان انا اشتري اجيب عصير واجيب مخلل وابيعهم للناس. انت فكرت في الفكرة من سنة، يعني انت مثلا كان نفسك يبقى عندك مشروعك الخاص، البداية الاولى لحلمك الاكبر. انا عارفة بقى ان انت معاك صاحبك محمد، صح؟ فكرتوا مع بعض ونفذتوا مع بعض، بس هو للاسف ما قدرش انه يبقى موجود معانا النهاردة. ليه اخترت العصير بالذات او المخلل؟ ليه اخترت المشروع ده تحديدا؟ هو يعني حاجة سيمبل وكده، وعشان برضو ما تعبش نفسي كتير وهيعجب الناس يعني، وسبيشالي في رمضان يعني. انت بدأت تنزل من امتى؟ بدأت انزل من اول شهر في رمضان. من اول يوم في رمضان. احكي لي بقى يومك بيمشي ازاي؟ انا عارفه ان انت في 5 ابتدائي، يعني عندك دراسه واحنا كمان في فتره امتحانات. ازاي نظمت وقتك بانك تحافظ على دراستك وتحافظ كمان على شغلك ومشروعك؟ انا بصحى المدرسه، بعد ما بخلص المدرسه باجي اشتغل على طول. بعد بقى انا بخلص على المغرب فبروح افطر، والوقت الفاضل معايا بذاكر فيه، وبعديها بقى بنام بدري علشان اصحى بدري على الفجر علشان اصلي واتسحر، ولو عندي يعني وقت فاضي اذاكر برضه. والحمد لله قادر توفق بين الاثنين. الحمد لله. الحمد لله. العصائر اللي بتقدمها انواع مختلفه، بتقدم كام مخلل؟ قول لي كده بتقدم ايه؟ ايه السلع اللي عندك؟ عندي صوبيا، مانجا، مخلل حلو، ترشي، ليمون، هريسه، عندي برتقال، تمر، كركديه، صوبيا لوتس، صوبيا نوتيلا، خروب، ودوم. لما فكرت تعمل مشروع الحمد لله نجحت وقدرت تعمل احلى حاجه بامكانيات بسيطه وفكره اجمل واجمل كمان مع صاحبك محمد، بس انت في نفس الوقت ما نسيتش اشقائنا في غزه، وانا عارفه ان انت مخصص جزء من الارباح لدعم اشقائنا في غزه. برضو مع وانا قلت لمامتي وبابايا على المشروع، قلنا طالما في برضو الاحداث اللي بتحصل في اهلنا عند غزه، فقلنا برضو ان من جزء بقى الارباح نديها عندنا في غزه. اول ما قلت لبابا وماما انا عايز اعمل مشروع هنزل اقف في الشارع وابيع عصير ومخلل في رمضان، قول لي كده انطباعهم، كان قالوا لك ايه؟ كان عاجبهم الفكره قوي، وبرضو ان انا برضو اتعلم درس وحاجات كتيره، ف
فقالوا لي ماشي وهنساعدك وهنعمل لك سبورتنج ويعني تبقى تمام ان شاء الله. كانوا داعمين ليك يعني؟ بابا وماما اكيد برضو ساعدوك في انك زي ما تعمل المشروع وتقف على رجليك. انت قلت لي يعني كان ليهم دور في انك تعرف ازاي تتعامل مع الزبون، صح؟ صح. قول لي بقى ازاي علموك ازاي تتعامل مع الزبون وتحببه كان في المشروبات اللي بتقدمها. انا برضو وانا صغير كنت بتوتر كتير قوي يعني ما كنتش عارف اقول ايه، كنت يعني اقول اهلا سلام كده، فبابا ومامتي مثلا يقولوا لي نقول لهم عايزين نشوفكم تاني كده، يعني كلام يعني بقى حلو يعني بدل باي سلام كده بس. يعني بابا وماما هما اللي علموك ازاي تتكلم مع الزباين. الانطباع الناس ايه بقى؟ الناس اللي بتيجي تشتري منك وبتشوفك وشافت مشروعك بيقولوا لك ايه؟ هو بيعجبهم الفكرة وقالوا يعني مثلا يخلوا عيالهم برضو يعملوا حاجة زي دي كده، وعجبهم يعني الموضوع. الناس بتقول لك ايه اكتر الكلام اللي بتسمعه ايه؟ اكتر كلام بسمعه ايه؟ كتر خيرك العصير ده طعمه جميل قوي وعايزين نيجي نشتري تاني وكده. طبعا دي البداية. دي البداية. نفسك بقى توصل ليه؟ نفسك تحقق ايه في المستقبل؟ عايز اعمل بيزنس، افتح بيزنس اكبر من ده يعني، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تمام. احنا معانا كمان والدة يحيى. اهلا بحضرتك. أهلاً. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. ممكن تاخدي المايك من يحيى؟ ممكن. طب بداية عرفينا بحضرتك وكلمينا كده عن يحيى، فكرة ان هو ينزل يشتغل في وقت هو بيدرس فيه والحمد لله قدر يوفق بين الاثنين ويحقق حلمه ان هو يبقى عنده مشروع خاص. هو كمان كان عنده امتحانات الكوارتر اكزام، كان عنده امتحانات الاسبوع اللي فات يعني. الاول انا اسمه مامت يحيى. يحيى شخصية مسؤولة جدا من وهو صغير، وشخصية قيادية ومسؤول يعني كتفكير يعني ككل حاجة يعني، ما بقلقش عليه الحمد لله اسم الله ما شاء الله. فهو هو موضوع ان هو يبقى يعمل حاجة project او كده او business دي في دماغه بقالها كتير. ودايما كان بيدور على حاجات، دايما كان بيدور على افكار نروح مكان لطيف مثلا يسالهم كافيه او مكان تعمل شيك، هو انتوا عندكم انترنشيبس، هو انتوا عندكم ممكن اشتغل في الصيف حاجات كده. فلما جه اقترح على بابا يعني بصراحه كان الدعم الاول، وانا قلت لهم ماشي مفيش مشكله از لونج ان هو يعني هيعرف يوفق ما بين الاثنين وبس. مخفتيش ان ده يأثر على دراسته؟ لا هو يعني التايمنج او الوقت اللي احنا اتكلمنا فيه كان يعني 4 ساعات، وال4 ساعات دي ما هي هتروح في بلاي ستيشن او هتروح في تلفزيون او هتروح في اي حاجه، فممكن يخليها في حاجه احسن يعني وتبقى حاجه ليه وهو يكون هو مبسوط. بس وان شاء الله تبقى دي باذن الله حاجه جايه. وهو يعني الفكره كمان هو مش فارق معاه قصه الترند وطلع والحاجات دي وانه هي وينت فايرل، قد ما فرق معاه ان الناس فعلا ساهمته، بدل ما كان عنده 2 داعمين 3 داعمين 10 داعمين بقى عنده يعني الوفات داعمين ليه، ودي حاجه بسطته جدا وبسطتنا احنا كمان، وان شاء الله يعني يكمل في اللي جاي بشكل افضل. قد ايه مهم ان الاب والام يبقوا داعمين لاولادهم واطفالهم ويشجعوهم على ان هم يحققوا حلمهم ايا كان الحلم ده ايه؟ اكيد اكيد اكيد. وكل الاطفال في الدنيا تقدر توصل للحاجات اللي هم نفسهم يعملوها ونفسهم يحققوها، واولهم يحيى ان شاء الله. يمكن حب الناس ليحيى ولمشروعه زاد اكتر لما خصص جزء من ارباح المشروع لاشقائنا في غزه. هو ده كان قراره، ما يعني احنا ما طلبناش بشكل مباشر، احنا كده كده كعيله عندنا الكونسبت بتاع المقاطعه وبنحاول ان احنا نسابورت اخواتنا باي شكل نقدر عليه سواء بمقاطعه او تبرعات. لكن هو قال كجزء منه هو ان هو لا يبقى في جزء من
الارباح يعني بتاعته تيجي على يوديها بقى عن طريق مرسال او حاجه لاخواتنا في غزه. وجهي له كده رسالة يعني، ويحيى معانا دلوقتي. يحيى انا شايفاه ازاي فخور، دلوقتي؟ انا شايفاه راجل وشايفاه انا فخورة بيه، طول عمري فخورة بيه، وطول عمري بقول ان هو ولد متربي وراجل محترم ويعتمد عليه، ونفسي اشوفه في احسن مكان في الدنيا، وهو عارف ان انا ما عنديش ليه يعني، فاهمة، تشيك ليست. as long as ان هو مبسوط، و as long as ان هو مرتاح، واللي هو عايز يعمله في حياته انا دايما في ظهره، وانا دايما معاه، و I love you و good luck. بس كده، ربنا يوفقه ويحميه. شكرا، شكرا ليك، ويستاهل كل الدعم كل التشجيع. كلنا بنشجعك يا يحيى وبندعمك، وعايزين نعرف انت بعد رمضان بقى هتعمل ايه، هتكمل، هتفكر في ايه تعمله. ممكن تاخد المايك؟ شوف هنعمل ان شاء الله. يعني انت بتفكر لسه هتعمل ايه بعد رمضان؟ ان شاء الله ربنا يوفقك ويحميك، وكل الدعم كل التشجيع. وعايزين كمان تفضل مكمل في مشروعك، ايا كان المشروع ده ايه، تفضل مكمل لحد ما تحقق حلمك، تبقى بيزنس مان مشهور وليك اثر في المجتمع، وكمان ناجح في مدرستك وفي دراستك. ربنا يوفقك يا يحيى. كنا معكم مشاهدينا من التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مع يحيى محمد، طفل عنده 11 سنة حلمه انه يبقى بيزنس مان، حلمه انه يبقى عنده مشروعه الخاص. ما استناش لحظة وبالفعل فكر ونفذ المشروع كبداية ليه انه يحقق حلمه الأكبر، هو وصاحبه محمد، ونفذوا فكرتهم في انهم ينزلوا يبيعوا العصائر الرمضانية والمخلل البلدي هنا في التجمع الخامس. عنوانك فين يا يحيى؟ واقف فين؟ قدام مسجد حسن الشربطلي في جنوب الاكاديميه. بالظبط بالظبط، بينزل يوميا بعد ما يرجع من المدرسه هو ومحمد صاحبه، ويقفوا ويبيعوا العصاير الرمضانيه لحد اذان المغرب. ربنا يوفقك يا يحيى، ونشوفك دايما في تقدم ان شاء الله، وفي افضل حال، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، وكل عام وحضراتكم بالف خير.